ليالي يا مال الشام كنوز من الشرق من الشرق من الشرق مساء الخير. استحقت حلب لقب عاصمة الطرب الأصيل لتميزها بأنماط من الموسيقى كالقدود والمواويل والأدوار والموشحات وما ارتبط بها من رقص السماح مع فاصل أسقل عطاش، ولا ننسى الركن الرابع للأغنية الحلبية من بعد الصوت والكلمة واللحن وهو السميع. كنوز من الشرق اليوم بعنوان الأغنية الحلبية إلى أين؟ من كلمات مصطفى خلقي وألحان مجدي العقيلي على مقام الهزام موشح لو كنت تدري ما الحب يفعل بصوت الفنان عمر سرميني. لو كنت تدري ما الحب يفعل لو كنت تدري ما الحب يفعل بالوصل يوما ما كنت تبخل ما كنت يرى البعض أنه من الضروري الحفاظ على التراث الموسيقي وعدم المس به، ويرى البعض الآخر أنه بالإمكان الاستفادة من هذا التراث والعمل على تطويره بأنماط جديدة. هل هناك أزمة كلمات وألحان بالمرحلة الراهنة؟ كيف نرتقي بتراثنا ليواكب زمننا الحالي؟ مجموعة من التساؤلات سيجيب عليها ضيوف الفقرة الأساتذة: الدكتور أيمن سيد وهبي من حلب، الفنان والموسيقي جلال جوبي من ستوكهولم، الفنان محمد حمادية مدير فرقة التراث من اسطنبول. محطتنا الأولى مع الدكتور أيمن سيد وهبي من حلب. يسعد مساك أستاذ سامي ويسعد مساء الأخوة المستمعين. لما بدنا نحكي عن حلب ونقول إنه حلب أم الطرب، طبعا هذا الكلام مو كلام عبثي، لأنه حلب تميزت عن المدن السورية والمدن العربية بحفاظها على التراث وتطويره. الموشحات اللي منشأ الأندلس والقدود الحلبية اللي اختلفوا الحقيقة ما بين حلب وحمص تم تطويرهم، مو بس أخذهم وتقديمهم مرة تانية، لا، تم تطويرهم على مدار سنوات في مدينة حلب الموشح، وتم بعض الإضافات عليه حتى رقص السماح اللي رافق الموشحات على الحركات، هي حركات حلبية وإلى أصول. ولذلك حلب بكل فخر تعتبر رائدة من رواد الحفاظ على التراث الموسيقي العربي.
هذا التراث يجب أن نحافظ عليه، لكن قابل للتطوير، بمعنى أن نطوره بدون المساس بالأساس، الأساس الموسيقي له، الجملة الموسيقية، الجملة اللحنية. ممكن نطور بطريقة تقديمه، ممكن نطوره بتوزيع جديد، لكن أن نغير في الجملة اللحنية أو أن نضيف عليها أو أن نحذف منها أراه مبررا غير منطقي. يعني هناك بعض المحاولات أنا سمعتها في سوريا لتطوير التراث، حقيقة كانت تشويه للتراث وليس تطوير للأسف الشديد. يعني ممكن نستفيد منه، يعني نبني عليه، ممكن هذا التراث والطريقة التي قدم فيها ممكن أن نبني على هذه الطريقة، هي أسلوب جديد لأغنية حلبية جديدة اعتمادا على تاريخنا العريق في هالمجال. بالنسبة لموضوع الكلمات والألحان بالمرحلة الحالية، الحقيقة أنا برأيي لا يوجد أزمة كلمات وألحان بالمرحلة الحالية. يعني هناك كثير من الشعراء وهناك كثير من الملحنين وهناك تجارب رائعة جدا. يعني اليوم بحلب الله يمد بعمره ويشافيه يا رب، الأستاذ صفوح شغالي رائد من رواد الأغنية الحلبية، وكان سابقا عنا الأستاذ عمر البابا، كان أنطوان بيض، في أسماء كتير كبيرة. نحن للأسف مطربين الحلبية عم يستسهلوا، يعني اليوم عم ياخد التراث، أو كما قدمه الأستاذ صباح فخري اللي هو بحق مدرسة، كما قدموا عم نرجع منقدمه، حتى بيقلدوا أستاذ صباح فخري بحركاته وآهاته وعربه. شيء جميل، لكن هن ما رح يقدروا يصلوا للأصل، وبنفس الوقت ما بيعطوا شخصية إلهم. يعني أنا بتمنى المطربين الحلبية الحاليين يكون في إلهم شخصيتهم المستقلة. الأستاذ صباح فخري تعب لعمل هالمدرسة هي، بحث في التراث وجدد فيه وطور وقدمه للناس في كتير أمور، أدوار مثلا كانت موجودة بمصر ما حدا سمع من بعد ما غنوا الأوائل، يلي هي ألحان أبو العلا محمد أو ألحان محمد عثمان، قدمتها أم كلثوم وقدم عبد الحمولي وغيره وغيره. لولا الأستاذ صباح فخري عيد تقديمه من جديد بأسلوب جديد ما كان حدا سمعه. وهذا دور المدرسة الحلبية، إعادة إحياء التراث، إنه وصلته للوطن العربي يلي كان تقريبا راح ينسى. بتمنى على مطربينا الجدد يقتدوا بالأستاذ صباح ويقدموا التاريخ هذا والتراث هذا، لكن بشخصيتهم هن. الأغنية الحلبية إذا ضلت بهالشكل عنا أصوات جميلة جدا، لكن إذا ضلوا بس عبارة عن مقلدين للأساتذة الكبار اللي سبقوهم ما راح يكون في تطوير. عنا ملحنين، عنا حتى الآن تكتب الموشحات وتلحن في حلب، حتى الآن هناك من يكتب الموشحات ويلحن. أتمنى على أخوتنا المطربين الآن البحث في التراث القديم. هناك الرفوف مليئة بما لم يقدمه حتى الأستاذ صباح والأستاذ محمد خيري وغيرهم، البحث في هذا التراث وإعادة تقديمه وإيجاد شخصية وهوية جديدة للفنان الحلبي. يعني اليوم سمير جركس صار عنده هوية، الأستاذ شادي جميل عمل هوية له، حتى بعض أغانيه الناس صارت تحسبها هي من الفلكلور الحلبي. الأستاذ نهاد نجار موسيقارنا الكبير أيضا له بصمات. في عنا ملحنين جورج مردوروسيان، في عنا الأستاذ نهاد نجار، عنا فتحي الجراح، عنا كتاب كلمات رائعين. ممكن فنانيننا الجدد يستعينوا فيهم ويصيغوا ألحان خاصة فيهم وبأسلوبهم، وتدخل فعلا مستقبلا وللأجيال القادمة تصبح من التراث الحلبي. أخيرا شاكر لكم هذه الاستضافة الكريمة أخي سامي، شكرا وإلى اللقاء. يجي يوم وترجع لي تاني. كلمات حسام الدين الخطيب وألحان بكري الكردي على مقام الرست بصوت عملاق الطراب مصطفى ماهر. يجي يوم ترجع لي تاني، يجي يوم ترجع لي تاني،
الأمان ده للجميع، وانتظر يوم عن لساني، ده انت في قلبي وثيق وعد العبد الأماني، وعد العبد الأماني. يبعد النوم عن عيناي، كنت فاكر اني قلبك مش هيتغير عليا، رحت شايف شكلي حب يبعد النوم عن عيناي، اشتكي ويقول جناني، ويقول جناني، اشتكي ويقول جناني، ويقول جناني. السعر الهجراني فيه
هدي حيلي وامل. كل شيء هين عليا غير شماتة عزالي. الصالي الهجراني فيا هدي حيلي زادت أشجار. مهما زادت أشجار محطتنا الثانية من ستوكهولم مع الفنان والموسيقي جلال جوبي. معكم جلال جوبي من ستوكهولم، ونوجه التحية للأستاذ سامي هلال لاستضافتي بهالحلقة هاي الشيقة عن موضوع فعلا حساس، انه الأغنية الحلبية لوين رح توصل. عنا مشكلة نحن بحلب، انه مطربين حلب يعني عنا مشكلة بذهنيتهم، انه هن ما مستعدين يدفعوا لا حق لحن ولا حق كلمات مشان يجيبوا كلمات جديده ولحن جديد. طبعا انا ما عم بحكي بالعموم، دائما التعميم غلط، بس النسبه الكبيره هيك. فلذلك هدول اللي تبعوا هذا النهج بقيوا باطار خلينا نقول التلبيسه، يعني ما حسنوا يطلعوا من هذا الاطار تبع التلبيسه. هلا هن اعتمدوا فقط اللي غناه استاذ صباح فخري واستاذ محمد خيري وما اللي سبقون، وفقط يعني حتى ما حاولوا يطالعوا الالحان اللي موجوده على الرفوف وحاولوا يكشوا عليها الغبره مثل ما بيقولوا يقدموها للجمهور. فبقي الغناء الحلبي عم يعيد نفسه. يعني اليوم اي مطرب حلبي بده يطلع بده يغني نفس الوصلات اللي غناها الاستاذ صباح او الاستاذ محمد خيري او مصطفى ماهر الى اخره. يعني قله من المطربين حسنوا يطلعوا برات نطاق المحليه واتجهوا الى خلينا نقول الى الاطار الاكبر. يعني نذكر من الاستاذ شادي جميل اللي اليوم عنده تقريبا ما يفوق 200-250 اغنيه خاصه، ولكن هي من نسيج التراث. يعني اليوم استاذ شادي اذا يطلع يغني حفله فيه يغني بس اغاني، اذا ما غنى لا موشح ولا دور ولا شيء من 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 القديم، فيه يغني اغاني بس وبكفي برنامجه تماما. ما راح اذكر اسماء كثير، يعني لا استاذ حمام خيري كمان اخذ من شعراء حلبيين واخذ من ملحنين حلبيين، وحسن يسوي شيء من خارج نطاق العرس الحلبي او التلبيسه. استاذ سمير تركاز كمان اخذ، يعني قله من كتار، ولكن الباقي وخاصه هلا يعني الجيل هلا اللي طالع كله عم بيعتمد على ما غناه اللي قبلهم. بجوز كمان عنا يعني ازمه نص، يعني اليوم شاعر حلب الوحيد تقريبا خلينا نقول شاعر الأغنية الحلبية صفوح شغالة، أستاذ صفوح شغالة الحقيقة قدم مو بس للحلبية، قدم مجموعة نصوص أغاني اشتهرت وحبوها الناس، ويعني لاقت نجاح كبير وغنوها كتير مطربين إن كان سوريين وإن كان غير سوريين. وما تبقى أرى أنه في شح في هذا الموضوع، يعني يمكن في كمان محاولات يعني غير استاذ صفوح، احنا ما نظلم الكل. انا بعطي امثله الناس اللي يعني كثير اشتغلت في هذا المجال لحتى وصلت الاغنيه الى المستوى المطلوب. المطلوب يا سيدي تغيير الذهنيه، تغيير الثقافه، المطربين اللي حابين يطلعوا خارج نطاق العرس او خارج نطاق التلبيسه او خارج هذا النطاق، مفروض انه يبحثوا عن شعراء
إذا بدي يغنوا حلبي هنن مصرين يغنوا حلبي ما بيمنع، لازم يبحثوا عن شعراء حلبية وملحنين حلبية لحتى يطلع المنتوج حلبي لهجة ونصا، ويعني كل المنتوج يكون حلبي 100%، وأيضا المطرب راح يكون حلبي، فما عندنا مشكلة. هاي هي المشكلة اللي أنا بشوفها، أنه نتابع الحفلات اللي عم بتصير مثلا بدار أوبرا بدمشق، مطربين حلبية اللي عم يطلعوا بيغنوا بهذه الحفلات، فكله تقريبا عم بيعيد نفس الوصلات، يعني وصلت نهواند، وصلت الحجاز، وصلت الهزام، وصلت إلى آخره، 4-5 وصلات بتطلعوا بقولون وبقولوا معهم شوية قدود وخاصة الحفلة انتهت. فهذا بيخلق عند الجمهور، بيخلق حالة من الملل. لازم يتعاونوا المطربين مع الملحنين إلى إيجاد أغنية معاصرة تحاكي العصر، والاستفادة من التراث أيضا. في كتير أغاني من التراث، وفي كتير منتوج من التراث لا زال موجود على الرفوف بحاجة إلى إخراجه إلى الناس. كل الشكر لكم أستاذ سامي، وأنا سعيد باستضافتكم لألي. جلال جوبي يحييكم من ستوكهولم. نتوقف مع العملاق صباح فخري والدور الحلبي الوحيد لقلبي مال الجمال، كلمات حسام الدين الخطيب وإلحام بكري الكردي على مقام العجم. نتابع كنوز من الشرق، الأغنية الحلبية إلى أين.
محطتنا الثالثة من اسطنبول مع الأستاذ الفنان محمد حمادية مدير فرقة التراث. الأغنية السورية أو الحلبية إلى أين؟ في الحقيقة هذا عنوان اختاره الأستاذ سامي هلال ليبث على أثير ليالي يمال الشام، لما يرى من انحدار وانحطاط الأغنية السورية والفن بشكل عام. وفي طيات هذا العنوان تختبئ أسباب كثيرة، أولها فرض الأعلام أغاني وموسيقى فقيرة تنحصر في بيئتها فقط. أليس حريا بفناننا أن يكون متلقيا للثقافة العامة ودارسا بأسلوب علمي وسوي للموسيقى؟ لأن العلم والثقافة يحصنان أي مادة تعتبر من تراث وحضارة الأمم، ومن الطبيعي أن تكون الموسيقى السائدة هي من نتاج موسيقى الثقافة الغالبة في أي مجتمع. وهذا ما وجدناه حاصلا بسيطرة أغاني الدبكة وتحطيم دهاليز أذان المجتمع بآلة الأورج وانفراده في أي حفلة قاضيا على متعة الاستماع على آلات التخت الشرقي التي نعتز بها كالقانون والعود والناي والرقف ومؤخرا الكمان. تكلمت سابقا عن الثقافة وآثارها، ولكن علينا الاعتراف بأن الساحة الفنية شبه خالية من الجادين الذين قدموا الموشح والدور والطقطوقة وحتى القوالب الموسيقية كالسماعي والبشرف واللونجا إلى آخره من تلك القوالب في حلل جميلة مختلفة. أضف إلى ذلك أن غياب الكلمة الجميلة والهادفة أصبحت نادرة الوجود لغياب شعراء الأغاني ورحيلهم عن هذه الدنيا. لم ينحوا موسيقيون ومثقفون إلى تطوير قالب الموشحات وأغاني الطرب إلا من محاولات قليلة جدا، بدأها عندنا في حلب الفنان نهاد نجار وتوقف بعدها لا أدري لماذا. ووجدنا من قبله فرقة عبد الحليم نويرة في مصر كيف قدمت لنا أروع الموشحات والأدوار والتقاطيق والمونولوجات التي نسيها الناس ونسوا ملحنيها بقالب ولا أروع ولا أجمل ومحبب لكل الناس. جميل أن يغني الفنان وأن يلحن الموسيقي أغاني تمس حياته كالتفاخر ببعض العادات والأعمال والحب والصد والتغني بالأهل والبلد، ولكن مع الأسف هذه الأغاني أصبحنا نفتقدها لسيطرة أغاني هي أشبه ما يكون بأغاني الكازينوهات والكبريهات التي تتكلم عن التعري وانحطاط القيم النبيلة. يا أستاذي فتقت أشجاننا وجروحنا بهذا الطرح الرائع والذي لم يسبقك إليه أحد. والله الموضوع يتسع لكلام أوسع ما ذكرناه وما ذكره الأخوة الضيوف. أوجه شكري لك ولفريق عملك في إذاعة ليالي يمال الشام وإلى مستمعيك الكرام الذين أصفهم بالذواقة المحترمين والمخلصين لبلدهم، وأوجه من على منبرك ألف تحية وسلام للدكتور أيمن سيد وهبي وللأستاذ جوبي عازف القانون الماهر، ومن هنا أوجه لهم تحياتي وأشواقي. لكم تحياتي واحترامي، وإلى لقاء قادم في موضوع قادم. يا من بنودك حرير الهندي أو شالي، مالك يا حلوة مالك يا مال الشام، بصوت قلعة حلب للطرب محمد خيري. أمان 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 يا يا من بنودك حرير الهند أو شالي،
وشيل وشالك علي عليك أوشالي يا ضمن بعد فاد البحر ترضى بأوشالي يا حبيبي يحبك من زمان الصباح عاني معنا أبا لا برمز صباح يابا 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 لو يمكن صار صار يمك مع نسيم الصباح ولا يبالي بركب حق أو شالي يا 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 الله أو ملك يا حلوة Thank you.
هناك العديد من القدود والموشحات والأدوار التي تغنى بحلب من ألحان ملحنين من خارجها. موشح ما لي عيني أبصرت والقدود يا مسعدك صبحية يا طير طيري يا مال الشام من ألحان أحمد أبو خليل القباني من دمشق. هيمتني تيمتني لأمين الجندي من حمص. الدوران يلي بتشكي من الهوى وإمتى الهوى من ألحان زكريا أحمد. الموشحان كللي يا سحب وملا الكاسات والدوران أصل الغرام ويا من توحشني لمحمد عثمان. موشح رماني بسهم هواه العزوبية آيا حلو يا مسليني صيد العصاري ودور الحب مهوش بالسهل من ألحان داود حسني. الفلي والياسمين والورد ألحان أحمد صبري النجريدي من مصر وغنته كوكب الشرق أم كلثوم. ومن التراث العراقي أيضا فوقلنا خل لعثمان المصلي وطالع من بيت أبوها لناظم نعيم. حتى أن فاصل أسقليطاش الذي ارتبط بحلب وتراثها تعود كلماته إلى الشاعر الشيخ الإمام أبو الحسن علي ابن محمد ابن وفا القراشي 760-807 هجري من الإسكندرية، وذلك من خلال البحث الذي قدمه الباحث والأديب الأستاذ محمد كمال من جامعة حلب، وله مني أطيب تحية. من كل ما تقدم أقول مهما كانت أصول القدود الحلبية والموشحات وفاصل أسقليطاش ستبقى جميعها مرتبطة بحلب والمدرسة الحلبية، تناقلتها وطورتها وحافظت عليها، وكما يقال هناك أم تلد وهناك أم تربي، وقد تكون المربية أهم من الولادة. شكر من القلب للأساتذة الدكتور أيمن سيد وهبي من حلب، الأستاذ الفنان الموسيقي جلال جوبي من ستوكهولم، الفنان محمد حمادية من اسطنبول لمشاركتهم بلقاء اليوم. الأغنية الحلبية إلى أين؟ كان معكم سامي هلال من البرنامج الإذاعي السوري ليالي آمال الشام بموريال كندا. تحياتي للجميع. الأربعاء القادم إن شاء الله نلتقي. من ليالي آمال الشام يا آمال الشام.